بسم الله الرحمن الرحيم، وبنستعين نكمل دلوقتي مع بعض ستيبس اوف ورك او خطوات العمل بتاعت البرنامج برنامج سيف فيرجن 12. عدد مهندس ايمن محمد انديل. وقفنا عند الخطوه رقم 6 وهي ستيب نمبر 6، اد ديزاين ستريب او اضافه شرائح التصميم، الشرائح اللي احنا هنعملها على البلاطات بحيث نصمم عليها التسليح. لو رحنا للشريحه بتاعتنا النهارده، درس النهارده بعنوان Add Design Strip او اضافه الشرائح التصميم. في الخطوه دي هنضيف شرائح التصميم. شرائح التصميم اهميتها اللي هي بتحسب Determine how reinforcing will be calculated، هتحسب ازاي التسليح بيتحسب وباتجاه التسليح، وتسليح الشريحه اعتبره هو تسليح البلاطه. لذلك لازم نشتغل دلوقتي في البلان ونتاكد ان احنا شغالين في البلان. من قائمه edit menu هقول له add edit design و add design strip، افتح البرنامج بتاعي. دي شكل الواجهه الافتتاحيه للبرنامج، وهقول له file و open، افتح لي ملف اسمه slab اوبن. بعد ما فتحت الملف بتاعي هدخل دلوقتي على الباوربوينت اقول له قائمة edit menu add edit design strip add edit design strip add design strip. هنضيف design strip في اتجاه x و design strip في اتجاه y. هقول له add design strip along cartesian grid lines global axis و grid direction x و strip layer هيبقى ايه. بعد كده الstrip width هيبقى automatic حسب التحميل، هو اللي هيحدده، مش ممكن اقوله fixed وادخل عرض معين، بس انا هقوله auto هو اللي هيحسبه. بعد كده هشتغل اقوله view set plan view واختار الشكل بالكامل، وبعد كده اخش اقول له edit align point line edges واقول له هات لي الكلام ده بالنسبه للتايم لاين اتش تندم ستريب اوبجكت، واقول له اوكي. نفس الكلام اللي عملته في الاكس هعمله في الواي. اقول له edit add design strip، في الحاله دي هقول له اتجاه واي واللير هتبقى بي، واوتوماتيك اوكي. لاحظين طبعا الخط الاحمر ده هو عباره عن الخط بتاع الستريب. باقي دلوقتي اللي انا اقول له اختار لي الكلام ده كله وايديت والاين بوينت، ونفس الكلام تايم لاين اوكي. لو وقفت على الخط الاحمر ده وضغطت عليه هلاحظ تحت واحد ديزاين ستريب سيلكتد. لو ضغطت على الخط الاحمر ده برده هيقول لي 1 2 ديزاين ستريب سيلكتد. لو خرجت اسكيب واخترت ديزاين ستريب دي هلاحظ ان هي ممتده من البدايه للنهايه. طبعا الكلام ده خاطئ لان هي كده تعبر المنور. هقول له ديليت، وهاجي انا ارسم درو ديزاين ستريب، بس في الحاله دي هدخل له ابعادها حسب المعطى عندي ستريب ايه 9 و12 و9 و12. ارجع للبرنامج ستريب وايه و9 و12 و9 و12. كده انا دخلت الستريب اللي انا عايز ادخلها. اقف دلوقتي عند الخط ده واوصل لحد المنور وكليك يمين، وبعد كده الخط ده الخط ده كليك يمين واقفل الكلام ده. بعد كده لو جيت اختار الستريب دي، الستريب دي لو وقفت عليها هيقول لي 1 design strip selected وليست عابره للمنور، يبقى كده انا شغال مظبوط.